شنو فايل استعاذي؟ شنو من الرعاية؟ عندك فايل مقدم الرعاية؟ اي والله مقدم على الرعاية حجية؟ اي والله مقدم مقدم. تعالي هنا هنا دوري دوري راح طبعا ايش لقيتي؟ عثر هذا الشاب على مئات المعاملات مرمية في مكب للنفايات، وقال في مقطع فيديو أنها معاملات كان يفترض أنها ستروج في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكن المطاف بها انتهى هنا، ولا أحد يعلم كيف وصلت إلى هذا المكان أو من قام برميها. وللأسف هذا الملف ده يستخدمه اليوم المسؤولين بصورة عامة، مو بس النواب، يستخدمون المتاجرة بقضية المحتاجين. تعرف أنه موضوع الرعاية المفروض يستهدف الطبقة الكادحة والطبقة الفقيرة بالمجتمع، الطبقة المسحوقة. يستغل بعض السياسيين الطبقة الفقيرة والبسطاء بجمع المعاملات منهم وتقديم الوعود لهم بشمولهم في شبكة الحماية الاجتماعية مقابل مكاسب انتخابية، ليكون الاستغلال هنا بجانبين، الأول هو استغلال حاجة الفقراء والعاجزين والعاطلين عن العمل، والثاني هو استغلال موارد الدولة ليكون المقابل صوتا انتخابيا في صناديق الاقتراع. والله قدمت وديت فايل وانتخبت وحصلت، قال لي روح، وجت اللجنة علي وانطيتهم فايل النوب، يعني فايلين انطيتهم. لا ما عنده نائب ما يقدر يحصل رعاية، لأن أنا قد سجلت على هذا ما أبد ما حصل، ولا أحد خبرني ولا أحد استلمني. هيئة الحماية الاجتماعية في نينوى قالت أن هذه المعاملات لا تخصها، والدعوى القضائية ستكون بحق من ظهر في هذا الفيديو ومن قام بتصويره. اللي صور واللي على المقطع الفيديو صورناه ودزينا احنا قمنا دعوة، فأكيد اللي صور اللي شاف فلات من كانت منين جابها، هاي المعلومات كلها إن شاء الله نتابعها ونريد نعرف ما المقصود منها. الفايلات مستحيل أن تكون لأقسام الحماية الاجتماعية. سقطت المطرقة على رأس هذا الشاب الذي تفاجأ بأن معاملته كانت في مكب للنفايات، وسيتفاجأ أيضا بأن هنالك دعوى قضائية ستقام بحقه. وقد كان لظروف الحرب نصيب بزيادة التركة الثقيلة على شبكة الحماية الاجتماعية، أما نسب البطالة في الموصل فقد وصلت إلى 50%، وهي قابلة للازدياد بحسب الإحصائيات الرسمية. من ذات المدينة محمود الجماس، قناة التغيير.